هناك من الناس من يعتقد أن الله تعالى جسم كبير ساكن السماء، وهذا غلط. وبعضهم يعتقد أن الله تعالى جسم كبير جالس على العرش، وأيضا هذا غلط. وفي بعض الناس والعياذ بالله تعالى يظنون أن لله تعالى شكلا بل ولونا كمان. يعني بعض الناس هنا في أمريكا الشمالية يعتقدون أن على زعمهم يعتقدون أن الله تعالى أسود أو أن الله تعالى أبيض. الله تعالى لا يوصف باللون، والله تعالى لا يوصف بالوزن. وبعض الناس والعياذ بالله تعالى، يعني مرة رأيت هذا وسمعت بهذا، يقول ويدعي على زعمه والعياذ بالله تعالى أن الله تعالى لما جلس على العرش على زعمه الملائكة ما استطاعوا أن يحملوه، قال من ثقله والعياذ بالله تعالى، قال من وزن الله الملائكة حملت العرش ما استطاعوا أن يحملوه، فلقنهم الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلى زعمهم قالوا الحوقلة فاستطاعوا أن يحملوا وأن يرفعوا وزن الله سبحانه وتعالى وثقل رب العالمين على زعمه، وهذا من أشنع الكفر والعياذ بالله. فنحن لما نقول للناس الله تعالى لا يشبه شيئا، الله ليس جسما طويلا ولا قصيرا ولا سمينا ولا نحيلا، وليس له شكل ولا لون ولا وزن ولا تركيب، فهذا فيه حماية للناس من الاعتقادات الفاسدة المنتشرة الآن خاصة في السوشيال ميديا، والعياذ بالله تعالى من الخراب والضلال والكفر والعياذ بالله. ومن الإيمان أيضا يا أحبابنا أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير.